شايف ان احنا يعني كبوست جري داتابيز اساسيه قوي. يعني انا كنت اتمنى طبعا، بس افهمكم الفكره، كنت اتمنى بس ان احنا نشرح هنا حاجه عشان لما اجي اجيبها هنا تبقى بوريكم بس الاسلوب، ما ناخدش مننا مجهود، لكن هي ان شاء الله يعني محصله بعضها، يعني انتوا هتلاقوا نفسكم اصلا الدنيا كويسه ان شاء الله. فالبوست جري اقوله هنا اقولها هنا زي ما انتوا عايزين، يعني او اقول ماي سيكوال بس، او اقول بوست جري بس وخلاص، والباقي مفهوم زي ما انتوا عايزين. دكتور عفوا، زي ما انت حكيت اول مره، نعتمد ان احنا الماي اس كيو ال ومننوه على البوست جري وخلاص، يعني ماشي. يعني وهي نفس الشيء دكتور، نفس الشيء، صدقني نفس الشيء، هو نفس الشيء، ما اختلفش. احنا بس هنداونلودها وازاي نشتغلها وازاي نكونكت عليها ونعمل امر امرين، مش مشكله يعني. امرين هتعرفوا ان الباقي نفس الاسلوب بقى، خلاص ما فيش مشكله. اما المونجو دي بي هي مش عشان الاقوى خالص، لكن هي عشان الاشهر في السوق. لكن انا بالنسبه لي لو اقول مش هقول حاجه، لكن هي عشان بس الشركات وكده، المونجو دي بي مسموع عندهم شويه وماشي الحال، يعني بقت تستخدم في المين ستاك وفي الميرن ستاك ومش عارف ايه والحاجات دي، فاهمني؟ فبقت موجوده يعني في السوق. يعني هي دكتور ماشي عشان الجسم بس، فيها اخر شيء حكيت ايه معنى الجسم، بس هي ماشيه عشان اتشهرت مع يعني ايه باكج كده من التولز، المين ستاك برضه، النود والاكسبريس والمونجو دي بي والانجلر، وقطعه واحده وخلاص. بعد كده بقى عندنا برضه الميرن ستاك، بقى بيغيروا الانجلر ويحطوا الرياكت ويشتغلوا بعد كده والفيو ومش عارف ايه، فبتنزل مع باكج كامله، فاهمني؟ نعم. بقى تشتغل بالباكج دي على بعضها، وبناء عليه بقت المونجو دي بي موجوده في الاصل. لكن فعشان كده كانت موجوده في الشركات الصغيره والمتوسطه وكله، فدي عملت ايه؟ عملت يعني التواجد يعني ليها في السوق يعني. تمام؟ نعم دكتور، اعتمد خلاص ان شاء الله. خير يعني. فضل محمد ابراهيم، في داتابيز بالمناسبه على محمد ابراهيم يسال سؤاله، دكتور زي حضرتك. ازيك؟ لا انا هتكلم بس في بخصوص الموعد، ممكن نخلي الموعد الساعه 7 بتوقيت مصر ده اذا تكرمت، او بعد الاذن الاخوه اللي معانا، او الساعه 8، لان في فرق ساعتين، لان انا موجود في الامارات في دبي، ففي ساعتين، فدلوقتي الساعه 12 وربع يعني فيما بعد، انا عارف ان احنا بناخد ساعتين او 3 ساعات، فبنخلص متاخر شويه. عايز خلال 7 وكام؟ 7 أو 8 يعني، في الوقت المناسب لحضرتك وبرضه الإخوة اللي موجودين معانا. أنا 7 مش هينفع عندنا، 7 وقت صلاة العشاء يعني، مثلا 7:30 7:30 ماشي يعني. بيرفكت، تمام. 7:30 دي معقولة لو الناس موافقة. 7:30 لحد 8 مش بعيد. تمام، من 7:30 ل 8، بحيث إن احنا يعني بنقدم ساعة. ما في دكتور، ما في مشكلة. يعني 8 ماشي، 7:30 ماشي، انا هو بس من 7 دي بالنسبه لي هتبقى مش هنبدا 7 ولا مره، فاهمني؟ تمام. كل مره هنأخر فيبقى اسمنا بيقول 7، بس بنبدا على يعني قبل، مش قبل 7:30. بس نعم دكتور، بس ملاحظه يعني. نعم دكتور، ملاحظه بالنسبه للوقت، انا ممكن في امور يعني بجوز ما اتابع يعني احضر الكورس لايف، بس التسجيل يكون يا ريت انه ثاني يوم يكون نازل يعني على اليوتيوب او عشان نحضره يعني نتابعه. ان شاء الله يعني. الله يبارك فيك. طبيعي يعني، الا لو كان في بعض الاستثناء، بس ده الديفولت يعني ان شاء الله يعني. نعم. الايام ايه طيب؟ سبت وثلاث؟ الايام لو عايزين حد اربعه مفيش مشكله. انا ابعد عن الاثنين والخميس. سبت وثلاث زي المره اللي فاتت. سبت انا اتمنى كمان لو قدرنا نخليهم 3 ايام ماشي يعني، قدرنا يومين بس ده اقل حاجه يعني. كم ساعه دكتور ممكن متوقع هذا الكورس؟ بص الكورس دوت يعني ابعاده غير منتهيه يعني، بس احنا هنحاول نقفل على يعني في حدود ال 40 ساعه، مش قدر الامكان نقفل على كده. نعم جميل. الموضوعات ممتده يعني، لو قعدنا نقول فيها مش هنخلص يعني. يعني في الجزء الاول لو قعدنا نتكلم مش يعني ولا كورسين يقضونا يعني. هنفتح جامد، بس احنا عايزين يعني انا
الجزء الرانس ده انا حابب الناس تخش فيه لانه هيفرق معاها جامد جدا، وهتعرفوا الكلام ده قدام ان شاء الله. نعم. فان شاء الله بقدر ان ساعه. احنا الوقت السبت والايه؟ ثلاث. سبت وثلاث. ها في اي حد مطلع على السبت وثلاث الساعه؟ 8. 8 ماشي 8. ما في مشكله دكتور انا. كله متفق. خلي نخلي الخميس بدل الثلاث. الاثنين وخميس انا مشغول خالص مش هينفع. انا مش موجود للاسف. اوكي. طب الثلاث في مشكله بالنسبه لك؟ هو يعني شغل وكده، فهو بس الخميس اللي يعني قدرت اخد فيه اجازه عشان الكورس. اربع طب يا دكتور سبت واربع. سبت واربع. او حضرتك تاخر الميعاد واي ايام؟ اخر على 8 يعني لو عاوز. المشكله ان الوقت الشتوي جاي، ف 8 او حتى 9 في الشتاء هيبقى متاخر جدا. اللي في البيت يعني شوف ايا كان احنا باختصار عايزين طبعا اتمنى الناس كلها تحاول تلتزم شويه وتبقى مصحصحه معانا والناس ما تقعش مننا، واللي يقع يتواصل معايا طبعا يكلمني على طول، يعني حاسس ان هو واقع مش قادر يتابع مش عارف ايه، عشان بس مش عايزين عدد يبقى واقع مننا كبير اثناء ما احنا ماشيين في الفصل والحماس بتاعنا ما يقلش. لكن بالنسبه للمواعيد انا شايف اغلب الناس ما عندهاش مشكله يوم السبت يوم الثلاث. استاذه هانية تقريبا هي عندها مشكله في الثلاث. انا كنت بقول الخميس على الاقل يعني احضر يوم، لان السبت انا كده كده مش هحضر. الخميس انا مش فاضي، فعندنا ممكن الجمعه يعني الجمعه على الجمعه. لو بالنسبه لك الجمعه كويسه ما عنديش مشكله. اوكي الجمعه تمام. طيب نستبدل السبت بالجمعه. اوكي تمام. يا شباب يبقى جمعه وايه؟ يبقى كده قلنا جمعه واربع ولا ايه؟ ثلاث. جمعة وثلاث. ماشي. الساعة 8. الساعة 8 تمام. 8 8 تمام اوكي. كده جمعة. وثلاث. الساعة 8 مظبوط كده؟ تمام. نعتمد إن شاء الله على الميعاد ده. انا طبعا اتمنى لو كان في وقت تاني ناخد يوم بس يعني كده في اختاره والله باذن الله نظبط معايا. طب في اي اسئله تانيه بتضيف او اي شيء؟ انا بس كنت اخر حاجه كنت بتكلم عليها لما كنت بتكلم على حاجه داتابيز اسمها اورينتد داتابيز، يعني اورينت بي اورينت بي من داتابيز الحديثه. ما كنا بنتكلم على الموبل دي اخر حاجه اقولها معلش عشان اقطع بيكم. الداتابيز الاورينت ديت هي جديده وكل حاجه، بس فيها شويه مميزات عن اي داتابيز من الداتابيز الحديثه. انا بتكلم على الحديث مش بتكلم على الحاجات اللي هي القديمه يعني. هي الاورينت داتابيز بتشتغل جراف داتابيز، وبتشتغل الدوكيمنت داتابيز، وبتشتغل ريليشن داتابيز، وبتشتغل يعني فهي شويه بتشتغل اس كيو ال كراد اوبريشنز. فهي ميزتها بصراحه ان هي داتابيز بتشتغل على كل لون، يعني هي بتسميها مالتي موديل. دكتور هاي ممتاز هاي طبعا، لان هتديك تنوع هنا. يعني احنا بدل المونجو دي بي شغاله بس نوع واحد اسمه الدوكيمنت، فاهمني؟ لا الماي سيكوال شغاله ريليشنال، دي بقى لا شغاله ريليشنال، شغاله دوكيمنت زي المونجو. اعطيني اياها دكتور. نعم اعطيني اياها دكتور. انا فيك اياها ازاي يعني؟ يعني ناخذها بدل المونجو. انا اتمنى بصراحه لو الناس موافقه. والله ممتازه يعني، لان هي بصراحه ميزتها ان انا هتعلم على كل الاشكال. انا مش محتاج كل شويه، انا احتجت حته ريليشنال اشتغل ريليشنال، حته جراف هشتغل جراف، حبيت احدث نفسي على نفس المكان اللي انا شغال فيه وتعلمت منه. انا بتحرك
مش بس كده وتشتغل السكيورتي. فيعني انا شايف ان حلوه جامده والله جامده دكتور موجوده حاليا. ده وجهه نظري انا الشخصيه. الاخطر داتابيز موجوده حاليا هي الاورينت داتابيز. يعني انا بايدك دكتور يعني معاها ولايت يعني مش تقيله ولا تخنقك على الجهاز ولا كلام فارغ منك. داتابيز بسيطه وخفيفه وتقدر توقفها وتشغلها وقت ما تحب وما تبقاش عامله تقلع على الجهاز خالص ولا كلام منك. وليها افاق يعني حتى لو اتعلمت منها بس الريليشنال خلاص عرفتها وعرفت نزلت شرعها خلاص تقدر تحدث نفسك دوكيمنت تقدر تحدث نفسك تي في داتابيز تقدر تحدث نفسك جراف داتابيز. وما ادراكم ما الجراف داتابيز ده اعلى مراحل موجوده دلوقتي حاليا يعني في العلم بتاع الداتابيز. فاقصد مجالها مفتوح وحلو وتحديثاتها جميله يعني هي داتابيز جميله. فلو حبينا ونشتغل على الكلاود طبعا والبيج داتا والكلام ده كله ما عندناش مشكله خالص. فلو حابين الفكره بتاعت ان هي تبقى مالتي مود داتابيز يعني داتابيز ما تبقاش لشكل واحد تبقى الاشكال متعدده وقت ما احنا نحب يبقى افضل حاجه انا من وجهه نظري اورينتد داتابيز. يا ريت دكتور اللي حضرتك شايفه يا دكتور لان احنا اوريدي يعني حاليا المفروض ان احنا اغلبنا شغال طبيعي حاليا بالوضع العادي. فاحنا محتاجين ناخد خطوه في شغل البيج داتا او ان انا يبقى عندي مشروع كبير او عندي ترافيك كبير فانا محتاج اهندل الموضوع ده بطريقه افضل. تمام. وهي اصلا مش شغاله ريليشنال داتابيز يعني هي ما هي يعني طبعا هي ما بتشتغلش ريليشنال لكن بنقدر نمثل الريليشنال داتابيز فاهمني؟ بنقدر نمثل نفس الريليشنال داتابيز جواها. فهي يعني داتابيز حتى بص هي مكتوبه اهي لما جينا نقرا كده ماشي ايه هي الفكره الكلمه دي بس اهي ايه دي القضيه؟ بيقول ان دي ايه؟ مالتي موديل داتابيز يعني داتابيز مش بموديل واحد ونظام واحد يعني دوكيمنت او جراف لا لا دي شغاله ايه؟ مالتي موديل. ما اعتقدش ان انتوا هتلاقوا اي حد اتكلم عليها باللغه العربيه يعني او وضحها ما اعتقدش ان خدت حقها في الايضاح يعني والاسلوب والتغيير يعني وازاي تتعامل معاها وكده وتتعامل مع كل الانواع يعني تشتغل مع البايثون تشتغل مع النود تشتغل مع الاتش بي تشتغل مع الاي اس بي يعني ما بتقولش لا يعني فداتابيز مكسب بصراحه. ممتاز دكتور خلاص يعني اورينت بدل المونجو ان شاء الله الله يوفقك. نعم الله المستعان الكورس بطرخ مننا واحنا بنظبط الخطه معا الله المستعان ربنا بييسر ان شاء الله بييسر الامر ويجعل كل خير ليكم امين يا رب ويعلمكم ينفعكم باذن الله. خلاص اتس اوكي ان شاء الله معادنا كده هيبقى معادنا ايه الاربع الثلاث كده معادنا الثلاث صح؟ نعم كده معادنا الثلاث باذن الله. حضرتك كنت اعلنت من كام يوم عن كورس بيج داتا الكورس ده ولا هو مثلا هو ولا ايه بالظبط يعني هل ممكن ناخده عند ده ولا مع ده ولا مش بتقطع شويه معلش فممكن تعيد تاني بكلم حضرتك على كورس بيج كورس البيج داتا اللي احنا اعلنا عنه من كام يوم صحيح صحيح هل هو متوافق يعني مع ده متداخل مع ده ولا مختلف عن ده ولا ناخده دلوقتي او بعدين ولا لا اتعلمه عادي جدا مش انا مشكله خالص بالعكس هيفيدك في ده كتير بالذات في الجزء اللي هو الادفانسد ده الجزء الادفانسد ده هيفيدك فيه كتير جدا فهيفيدك فيه ومش هيلخبطك ولا حاجه لان هو مش الكورس مش فيه عملي فانت هتبدا تتلخبط ما بين ده وما بين ده لا ده الكورس بيقول لك يعني ايه الفروق اصلا يعني ايه الجراف اللي بنحكي عليها او يعني ايه كولوم يعني ايه بيج اوبن تو يعني ايه الكلام ده ويعني ايه الحاجه اللي اسمها سباك دي تشتغل ازاي وايه الفكره وعمال يوضح لك الدنيا ماشيه ازاي في الجديد فاهمني؟ يعني ما فيش حته عملي كده يا دكتور في الاخر ولا مشروع صغير كده؟ لا ما فيش لان هيبقى كورس تاني لوحده. طيب لان حاجات لما تيجي انت هتعرف لما تشوف هتقول لا يعني ايه هتلاقي مثلا بتكلم على دوكمنت داتابيز وانواع كتير من ضمنهم الدوكمنت من ضمنهم اسمها ايه المونجو دي بي مثلا الفي في هتلاقي بتكلم على اربع خمس انواع الكود داتابيز بتكلم على اربع خمس انواع الجراف ده كود جراف داتابيز بس واقول لك كل نوع ايه مميزاته وعيوبه عشان بس انت تعرف تختار فيما بعد يعني بعد كده تيجي تقول انا هاخد كورس عملي تاخد ايه عشان تخش تاخد ايه انت مش عارف تاخد ايه اصلا
تمام. طب البايس بارك برضو نفس النظام؟ حتى البايس بارك برضو نفس الوضع، مش هقدر ان انا اشتغل عليها حتى يعني نجرب شغل عليها ولا كله هيبقى؟ اشتغل عليها، اشتغل عليها طبعا، اشتغل عليها كله عملي. الكورسات بتاعتنا اللي احنا بنعملها لايف دي كلها عملي، مفيش فيها حاجه نظري خالص. انا اقصد حضرتك احنا كده هناخد الداتا بيز والبايس بارك صح كده؟ مظبوط. البايس بارك هنشتغل عملي فيها. هو بيسالني على كورس انا اعلنت عنده بتاع، مش بيكلمني على الكورس ده. تمام. كان كورس تاني، الكورس بتاعنا ده زي ما احنا قلنا كله ده عملي، مفيش حاجه اسمها نظري. تمام. حركه اي شيء نظري يعني، حتى البايس بارك وشغلها شغال ازاي وبتاع، يعني مش هتكلم شغاله ازاي كده، مش هشرح يعني شغاله ازاي وبتمشي ازاي جوه وبتبقى سريعه ازاي كده. ده ممكن تشوف الكورس البيج داتا ده، تعرف ازاي الحاجات تشتغل بسرعه دي ازاي. فاهمني؟ ايه الفرق ما بين الكول داتا بيز والتي في والدوكيمنت والجراف؟ اشوف برضه الكورس اللي هناك وايه فروقه، وانه مميز في ايه وعيب في ايه، يعني امتى يبقى كويس قوي يبقى قوي والكلام ده، ده ممكن برضه تعرفه بحيث تبقى عارف انت بتتعلم ايه اصلا. لو عايز تخش المجال ده تتعلم ايه؟ فهمتني؟ دكتور بعد اذنك انا كنت عايز اسال يعني ايه فايس بارك بتعريف مبسط كده، لان انا لحد دلوقتي مش عارفه يعني ايه فايس بارك وازاي هتعامل ليها. لا نفس السؤال زميلك سأله، نفس السؤال زميلك سأله وجاوبنا، بس ممكن تكون انت كنت مش موجود على بس علموه. باي من بايثون، باي من بايثون خلاص. والسبارك احنا متهيألي كنت تحت الموقع بتاعه وقلنا ان سبارك لما تخش على سبارك هو يونيفايد اناليتكس انجن، يعني هو الكابل الاساسي لعمليه بشكل موحد على كل الداتابيز، بس مش لاي داتا بيس واي عمليات، لا باللارج سكيل داتا بروسيسنج لمعالجه بيانات ضخمه وكبيره جدا. اصلا يعني لو انا عايز اشتغل مثلا ببايثون خلاص واعمل معالجه للبيانات، انت هتبقى ماشي سلكفاه لو انت قارنت نفسك بالسبارك. لو انا شغال ب اتش بي وبعمل اناليتكس للبيانات وعلى لارج سكيل داتا، هتبقى سلحفاه بالنسبه للسبارك. لو انت شغال سي شارب، لو انت شغال جني ازرق، لا مش هينفع. هتلاقي نفسك بعيد جدا قدام الكلام ده. ليه؟ لان عايز شغل معين عشان تبقى سريع. فالسمارت بيكون عشان تديك امكانيه انك تقدر تعالج البيانات، تتعامل معاها بشكل سريع جدا جدا. ولذلك هتلاقوا على فكره مش بس يعني احنا بنقولنا هنا مثلا ان السبارك اللغات اللي بتشتغل على اللغات اللي بتشتغل على سبارك، قلنا الجافا، السكالا، البايثون، الار، اس كيو، ده جوه ده. لكن مثلا الناس اللي شغاله مثلا سي شارب مثلا، فانا لو قلت سبارك وقلت هات سي شارب، هتلاقوا السي شارب بدات تنزل حاجه اسمها دوت نت اباتش سبارك. تمام؟ دوت نت فور اباتش سبارك، عشان يخلي السي شارب تقدر تشتغل على سبارك، لانهم عرفوا يعني ايه سبارك. هو مش السي شارب مش قادره تعمل اللي بيعمله سبارك، ولا الجافا ولا الاسكالا، فهم بيشتغلوا على الفريم ورك ده عشان الفريم ورك ده بيديهم امكانيات عاليه جدا في معالجه البيانات وسرعه كبيره جدا. فقال لك طبعا ده اوبن سورس وكروس بلاتفورم، بيشتغل على كل الابلكيشنز وبيج داتا اناليتكس فريم ورك. فده برضه شكل ثاني من التعريف، اللي هو فريم ورك بيشتغل مع اناليتكس على البيانات الضخمه جدا، بيشتغل على اي بلاتفورم. حتى لما يجي يعرف لك الاباتش سبارك يقول ده جنرال بيربز ديستريبيوتد بروسيسنج انجن، يعني هو انجن بيعالج البيانات الموزعه، موزعه يعني مرميه في كذا حته على الكلاود، وبيعمل لها اناليتكس على لارج سكيل داتا سيتس، سواء كانت تيرا بايتس، بيتا بايتس، يعني اكزا بايتس، الكلام بقى اللي هو المجانين ده. تمام؟ الاحجام الرهيبه دي هو بالنسبه له ده الكلام بتاعه، ده العادي بتاعه، ده البيانات اللي بيشتغل بيها. تمام؟ سواء كان بشكل باتش بروسيسنج داتا او ريل تايم ستريم اللي احنا قلنا بيشتغل على الطاير من على الراب. وطبعا بيديك امكانيه انك تخش بعد كده على الماشين ليرننج وعلى الاد هوك كويريز والاناليتكس والكلام ده. ده تعريف ثاني للاباتش سبارك من جوه الدوت نت. هم طبعا انا بس حبيت اقول عشان الناس تقول بس ما فيش غير سبارك ما بيشتغلش غير مع اللغات دي، لا بشكل عكس ده الاصل.
لكن في بقى في ورك زي دوت نت بقى تشتغل مع السبارك وهكذا. تمام؟ وصلت يعني سبارك ويعني باي؟ باي فري عرفنا من اللي هي من بايثون، لكن عرفنا سبارك. ايوه تمام يا دكتور. طيب لو في حاجه يا دكتور نقدر نطلع عليها يعني، عشان احنا بدل ما ننتظر مثلا من الجمعه لحد الثلاثاء واحنا كده يعني ايه عن الموضوع ده، لو في حاجه محتوى نقدر نبص عليه، حاجه حضرتك تقول لنا نبص عليها كده. لو انت ما عندكش خلفيه عن الداتابيز نبعث لك حاجه في وسط الداتابيز. تمام؟ تعرف عموما الداتابيز اس كيو شغال شغال الداتابيز تمام، ما عنديش مشكله. الداتابيز وبعدين مشكله فيها ما فيش مشكله، بدل ما عشان بس ما ننتظرش من الجمعه للثلاث يعني، احنا كده طبعا هنبدا الثلاث صح كده، يعني عندنا موضوعين لازم تكون عارف. انت عارف يعني طبعا انت عارف طبعا بايثون صح، ما عندكش مشكله في بايثون يعني ادفانسد فيها بس فاهمها. طيب يعني يبقى الافضل تراجع في الكورس بتاع البايثون كده تشغله جنبك كده وتتفرج على الاوامر اللي فيه والكلام ده، بحيث تاخد الكورس اللي انا كنت بعته بتاع البايثون اللي هو الليفل الاول، يعني شغله جنبك كده عشان بس تلم كل لو في حاجه واقعه هنا هنا تقدر ايه تبقى معانا خط قوي في البايثون. طيب تمام تمام طيب افضل. طيب دكتور بعد اذنك يا دكتور، هل هيبقى في فيديوهات مسجله زي الكورس الاولاني ولا هنا مفيش، هنكتفي بالمباشر بس؟ الكورس الاولاني سجلنا جزء وبعد كده لما تراكم علينا وانا شغال ثلاث مرات في الاسبوع ما كنتش مسجل بيت الكورس. انا دلوقتي بحاول ان انا اخلص تسجيل بعيد كورس البايثون. تمام؟ يعني اسجل بيت الحاجات اللي بتخص في كورس البايثون، طبعا لو سجلت كله بالكامل هبعته لكم ان شاء الله. والكورس ده هحاول اعمل لكم حاجات مسجله قدر الامكان، بس الاصل اللايف. يعني لو تبقى وقت صدقني مش هتاخر ان انا اسجل لكم ان شاء الله حاجات مسجله باذن الله. لو في وقت باذن الله. طيب يا دكتور، يعني احنا دلوقتي لو هيبقى الشرح معتمد على اللايف، احنا قبل ما ندخل المحاضره هنسيرش عن ايه او ايه الموضوعات اللي المفروض هنسيرش عليها قبل ما ندخل المحاضره؟ طيب ماشي، يعني هو طبعا الخطه هي قدامكم كلها. احنا ممكن انا ابعت لكم قبل المحاضره مثلا، احنا المره الجايه شرح الفايلز مثلا، ممكن انا لو قدرت اسجل لكم حاجه ما قدرتش اقول لكم المره اللي جايه فايلز، فاهميني؟ فابحثوا عن مثلا فايلز مثلا هتلاقوا بحس يبقى يعني اخدين فكره عشان ما نتعبش حضرتك معانا في ال مثلا من على دبليو سي سكولز ماشي مثلا، ما اعرفش ممكن هنا يبقى كويس، يعني اي موقع بس خد فكره يعني عن ازاي بتشتغل مع الفايل، ازاي كريت التكست فايل، ازاي نقرا منه، ازاي نرجع فيه، يعني خد فكره من اي موقع او انتظرني انا انزل الفيديو. انا ان شاء الله احاول قدر الامكان ان انا انزل لكم ان شاء الله فيديوز في الموضوع، يعني ان شاء الله على قبل ما قبل المحاضره باذن الله، بس يعني تتحضروا للفكره. دكتور بدي اسالك، راح نعتمد فريم ورك معين نشتغل على البايثون ولا نعتمد زي او زي الكورس الاول؟ ما فهمتش يعني ايه فريم ورك؟ قصدك فريم ورك اللي هو برنامج يعني؟ الاي دي، بدنا اي دي مثلا زي الفيجوال ستوديو ولا الكود؟ انا مش بيفرق معايا الاي دي خالص لان هي غير مؤثره في الموضوع. عايزين ان شاء الله فيجوال ستوديو ماشي، بايت شارم ماشي، شالوا اناكوندا ماشي، اللي انتوا حابينه مش كلهم بالنسبه لي واحد، لان في الاخر الركعه على الكتابه، فاهمني؟ هم بس مساعدات، حاجات مساعده بسيطه يعني. نعم انا اكلكم واحد يعني، انا اكلكم واحد نشتغل يعني، مش مشكله. ما في مشكله دكتور. ماشي ان شاء الله، انا اكلكم واحد يكون كويسه نشتغل عليها ان شاء الله مع بعض باذن الله. طيب في اي ثاني؟ الله يجزيك الخير دكتور، شكرا لك. كل خير ووفقنا جميعا ان شاء الله للكورس ده. امين. ربنا يسهل يا رب الكورس المميز وتستفيدوا منه واحنا نستفيد منه ونقدمه بشكل ان شاء الله يكون مرضي. والله المستعان ان شاء الله، الله المستعان. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق دكتور. بالتوفيق. يلا شكرا. استاذنكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.